يعني حول مسار الإصلاحات السياسية اللي قاعد يصير حالياً، وأنها إيجاد في حلول للأزمة تتوقع؟ ما يعلن هو أمور جميلة وهي أمور جيدة من الحكومة أو من البرلمان الذي نحتاج تطبيق، ونحتاج إلى أمر أهم وهو هذا الأمر رغم حجمه ورغم ألمه في بعض الأحيان على اعتبار وجود تضحيات وضحايا، لكن هذا التحدي من الممكن أن يكون فرصة. اليوم فرصة أمام العراقيين بأن يصححوا أخطاء تجربة ديمقراطية لا زلنا نعتز بها وبمكاسبها، فيها سلبيات، اليوم فرصة أن نعدل هذه السلبيات بضغط الشارع وبإرادة الشارع. هذه الجماليات التي لربما لا توجد في مكان آخر، اليوم متظاهر يمارس الفن والجمال، يرسم وينظف ويتعاون، هنالك دعم، هذا شلون نعززها ونجعلها هي المنطلق لتحميل من هو في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية مسؤولياته للإصلاح وللتصحيح أيضا بالطرق السليمة، ولا نذهب إلى حالة مرات الطلب المباشر أنه ألغي كل شيء. إلغاء كل شيء ماذا يكون؟ يكون الأمر الذهاب إلى الفوضى، والفوضى بكل حالاتها هي أسوأ من أكثر نظام فاسد تنفيذيا أو تشريعيا. أنا أقول دي ننطلق بالإصلاحات بضغط هذه التوجهات، والأهم من هذا أيضا أنه نحافظ على تظاهراتنا وعلى سلميتها.